جيوفاني دا سيلفا يلعب عكسية، جيوفاني خطير، درس المباراة راسية، جول! أخيرا نجح الكنغولي في الوصول إلى شباك وداشم إدريسن بومبو. لكل مجتهد نصيب، اجتهد كثيرا وفي النهاية وصل إلى شباك الحارس ليتلقى التحية من الاحتياطي بيشا وكذلك من جيوفاني. هدف إدريسن بومبو، حاول كثيرا في هذا اللقاء وأخيرا سجل إدريسن بومبو ليحتفل ود الجبل على المدرجات بهذا الهدف. لاحظوا انطلاقة شيبوب والتحضير لجيوفاني، عكسية كانت بمهارة كبيرة بخارج القدم اليمنى من جيوفاني دا سيلفا بهذه الطريقة، وإدريسن بومبو برأسية خدعت الحارس مجاهد عبد المطلب ليعلن عن الهدف رقم 3 للهلال، هي السادسة زمن الشوط اللعب الثاني، هي 51 من زمن اللقاء. هدف إدريسن بومبو، يلعب أبو بكر ديارة في الأمام، كرة لإدريسن بومبو، هي مرة إدريسن بومبو، هي مرة إدريسن بومبو، جول! يسجل بومبو للمرة الثانية ويسجد إرادة الزعفوري لهذا الهدف. نعم، الهدف ليس هو أول هدف في اللقاء، هو الهدف الخامس في اللقاء، ولكن الهدف الثاني إدريسن بومبو، كأنما إرادة الزعفوري يحس بإحساس عدم تسجيل أهداف عند إدريسن بومبو المتألق في اللقاءات، وهذا هو الحظ الذي ذكرته سابقا الذي لا يلازم إدريسن بومبو، وهذا ما يتمناه له إرادة الزعفوري، وبالتالي قد تكون هذه السجدة شكرا لأن إدريسن بومبو بدأ يعود التهديف كما يريد. طبعا إرادة الزعفوري يعرف قيمة هذا اللاعب. هدف رقم 5 في اللقاء، هدف الخامس للهلال، والهدف يأتي في هذه طبعا يعني سجدة المدرب إرادة الزعفوري لهدف اللاعب إدريسن بومبو. واضح أن هنالك يعني إحساس من إدريسن بومبو، يعني ليس لديه توفيق في التسجيل، هذه المرة يوفق في التسجيل. يذكرنا بلقاء الإفريقي التونسي عندما مر من اللاعبين وكان المرمى خالي وأرسل الكرة عادة من العارض، هذه المرة يلعب بهدوء إدريسن بومبو ليسجل في مرمى ود هاشم ويسجل خامس الأهداف له في هذا اللقاء لفريقه في هذا اللقاء وثاني الأهداف.